مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في شاشه تفاعليه لشوف تيفي. بداوا الحجاج كيتوافدوا صبيحه اليوم الجمعه التاسع من ذي الحجه الى صعيد عرفات الطاهر لاداء ركن الحج الاعظم، اذ يقف المسلمون في عرفات منذ طلوع الشمس الى غروبها. وفي عرفات كيصليوا الحجاج الظهر والعصر قصرا وجمعا، جمع تقديم باذان واقامتين، وكيدعيوا يعني بما تيسر لهم بسنه النبي القائل الحج عرفه. وفي هذا اليوم العظيم كينشغلوا الحجاج بالتلبية والذكر، وكيكثروا أيضا من الاستغفار والتكبير والتهليل، وكيتجهوا إلى الله عز وجل خاشعا متضرعا، وكيجتهدوا أيضا في الدعاء لنفس ديالهم والأهل ديالهم وأولادهم وإخوانهم وللمسلمين جميعا. بهذا مشاهدينا غادي نوصلوا لنهاية هذا الخبر، تبقوا على خير.